Drake, then a leopard mink. Girl standing next to me. Probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets. But it was 99 cents. I get copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in bummy and grungy. Man, I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand me down? Dookie Brown leather jacket that I found. Dig it. They had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought his father's blanket. Then I bought a kneeboard. Hello, hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game. Hell no. I could take some pro wings, make them cool, sell those. So sneakerheads will be like, ah, he got the Velcro. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is awesome. هتبقى أحلى مفاجأة وأحلى عيد ميلاد لرامي. فين هنا؟ ما جاتش. يلا، هي اللي خسرانة. حد قال لرامي عن مفاجأة؟ Pareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría. Rami? Rami, Hannah. ايه؟ ايه بر؟ مش تباركيلي؟ اتخطبت انا ورامي. حبيبتي هنا، مبروك يا حبيبتي، مبروك 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 يا باري. رامي مبروك قوي يا حبيبي، مبروك رامي. هنا انا نسيت ابارك لك يا حبيبتي، مش عارفه اقول لك ايه بجد، مش عارفه. يعيط زي العيال قدام اصحابك التافهين دول. ميري دي اول واخر مره اشوف فيها النوعي. يا بابا انت مسافر ولا ايه؟ الله يرحم امك، كانت قابله زيك كده برضه. بس 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 يا حبيبي، فيك ايه مالك؟ فضفض البابا يا روح بابا. رامي يا عمو خطب عليها هنا صاحبتها. رامي انا قرفت، خطب هنا انا زباله؟ ايه الاسامي المقرفه؟ الريحه طالعه هتعمينا يا عمو. محد فاهمني، هما هيتجمعوا امتى في صندوق القمامه؟ الكوشه، مش الكوشه؟ ايوه الكوشه. يوم 31 الشهر ده. الهي وانت جاهي، الكوشه تولع بيهم لما تيجي الطياره تسقط عليهم بنزين. دعوه وليا وصاحبتها مرميه. انا عايز عريس، انا عايز عريس، انا عايز عريس يا بابا. حاضر يا حبيبي، انا عايز عريس. حاضر يا دولار، عايز عريس يا بابا. حاضر. لازم قبل يوم 30. ربنا يجعل يومك قبل يومه. لازم اتجوز. حاضر يا دولار. يوم 30 اتجوز.
دي بقى باستا مميزة عندنا جدا. ده مسدس. اكبر انفجار اوتيل فيك يا نصر، بس للاسف مش هتبقوا موجودين. عارفين ليه؟ هتبقوا في حته تانيه. سلام. يلا بسرعه، يلا عشان بالله ولا بالله الحق وفخ بسرعه. يلا ظبط. ايه ده بس يا رب؟ جايب معايا ابن اختي. يلا يلا. يا عم انت فارد نفسك علينا قوي كده، عامل لي فيها يا ارنولد. روح جيم، حاول تظبط جسمك، بلاش البجاحه اللي انت فيها دي. والله حس كده بقى، يعني تعرف تضرب بدي مش كده؟ بس شويه بقى عشان اللي هيحصل كمان. اهم حاجه وانت بتضرب بالظبط كده. دي ضعيفة جدا، ضعيفة. ايه ده؟ اللي هو نبيل جه وهينفخنا يا شيخ. ما شاء الله ما شاء الله، ثبات من الحديد. يا رجالة كل دي جثث في اشهر اوتيل في القاهره؟ فضيحه بجلاجل. ها يا باشا، دي حاجه بسيطه كده، وبلاش نتكلم في الحاجات دي عشان ممكن تتنزل. انا عامل حسابي النهارده الخميس يا باشا. عليك في حاجه نسيها، الراجل هرب. راجل؟ والله العظيم. انت فرحان كده ليه؟ مين اللي ابتدى العمليه؟ ادهم يا باشا. مين السبب في هروب الزيدي؟ لا دي بصراحه بقى ادهم يا باشا. انا معجب بيك جدا. ربنا يخليك. لا حقيقي ربنا يخليك، تشرف للداخليه كلها. اتشكر. استاذنك في حاجه بس. هو ايه ده؟ شرب حقيقي؟ ايوه مش اصل انا داخل كان في حد بيسال على شنب. لا لا شنب ده اصل شعرك ده في الشعر ظباط خالص. ده حقيقي يعني، ممكن يبقى ستورجي كوافير حريمي. بس انا عايز اقول حاجه على حاجه. قول حبيبي. رجاله الزيدي كانوا مسلحين على اعلى مستوى، والصفقه كانت بتتم في مكان حر جدا. ما تقولش. اقسم بالله. لا مراوح ولا تكييفات؟ خالص. ايه يا ولاد ده؟ قلتوش ليه ولا الشغل يا باشا؟ ثابت، يعني ايه مسلحين؟ وانتوا كان ايه معاكم؟ مساطر واساتيك؟ مفيش حاجه اسمها صعبه يا حضره الضابط.
عندك حق يا فندم. مصادرنا رصدت هروب الزيد البلد جنبنا، يعني الخطر زال مؤقتا. بس في جثه من الجثث اللي في الاوتيل تبقى جثه اخو الزيدي علي، والناس دي ما بتسيبش طرها. اتفضل يا سيدي، امضوا على الورقه دي. مكافأة؟ مكافأة ايه؟ اكيد شهادة تقدير. خلوها مفاجأة يا ولاد. خير؟ افتح. ده يختار بتسلمكم مكاتبكم الإدارية من بكرة لحين الانتهاء من التحقيق. أنا اللي كان عليا نفسي أوديكم دريم بارك. أيوه الصاروخ. تحب الصاروخ؟ ما بحبش تهريج ساعتك. أمال إيه اللي شغلك فيلم كوميدي؟ يا نبيل ست نور أمر، كنت عايز يعني حضرتك في حوار مزنوق كده. اتفضل. لو حضرتك ليك حد يعني في المرور عشان يعني رخصتي اتسحبت. ليا حد فين؟ في المرور. اه طب انت مرور ايه؟ انا مرور فيصل. مرور فيصل؟ انا ليا واحد امين شرطه حبيبي في مرور فيصل. لا والله العظيم. ده ايه الحظ ده؟ طب انا لما اروح اقول له سياده اللي هو نبيل ولا اقول له نبيل ولا ايه؟ قول له بلبل. ايه ده عادي كده؟ حبايب بقى. طب هو اسمه ايه بقى؟ مصطفى باشا. اوعى تقول له مصطفى بيزعل. لا لا مفيش. اللي هو لي ادم، هو انت وانت صغير في العيد الاستاذ محمود عبد العزيز كان بيجيب لك مثل الظباط وكده؟ ايوه صح في الورديان. ايوه صح. انت عرفت منين؟ البدله دي عزيزتها كتير قوي يا ادم. انا النهارده الصبح صحيت على كابوس. ليه نمتي بقى وانت زعلانه؟ لا نمت وانا جعانه. يبقى يا حبيبتي مش كابوس، يبقى كبسه. بقول لك ايه، بري اتاخرت قوي، انا كده هيفوتني كلاس الباليه. والله ما هرد عليكي عشان انا عصافير بطني بتوقع. هعمل اوردر لحد ما تيجي. الحقي. بصي بصي. بقول لك ايه، احنا لازم نمشي من هنا بسرعه. بري لو جت هتزعلنا وتجيب لنا ناس تزعل. ده ممكن تجيب لنا بلطجيه. يلا بينا. ايه فش؟ ايه هاي هاي. اروح انا بقى اكمل الكابوس بتاعي. ايه ده انتوا رايحين فين؟ إيه يعني بنقول نروح حته تانيه ناكل فيها. اوه ناكل فيها. تصدقي صح، انا اعرف مكواي ايه، انما ايه بيعمل اكل يجنن. اكيد اكل سخن. طب يلا بينا. يلا بينا. يلا بينا اترزعوا. خلينا نطفح. خلينا نطفح. لا المطعم ده كنت باجي فيه مع رامي، كان بحبه قوي. الله يرحمه. فهو من ناحية الله يرحمه، فا الله يرحمه ويرحمنا جميعا. لا لا ايه ده؟ دعوه فرحي. الف مبروك على مين؟ انا ايش عرفني؟ دي شكليات. انا لسه هقعد استنى؟ ايوه يا شكل. لازم اتجوز قبل يوم 30 مارس. حقك. هنا لو عرفت هطق. دي ممكن تتساب فين؟ في ودنها. بس قولي لنا بقى يا بيري، اخبار المرحوم ايه من غيرك؟ سمعت انه هيموت عليا. حاسس انه وحيد، مش لاقي حد يطبطب عليه. رامي من غيري ينهار. ينهار اسود. وانت عامل ايه دلوقتي يا رامي؟ منهار؟ ايه ده؟ بيري. هاي بيري ازيك؟ هاي. هو منهار. منهار عليها. انا مش عايزاكي تنهاري. مش عارف يا عيش يا رنا ولا ايه. انت ما تبصش. عايزاكي تتماسكي بس. تماسكي. يلا بنسلم عليك. تماسكي عشان جايين. ايوه. ايه ده رامي، انت هنا ما خدتش بالي خالص. ازيك يا بيري؟ ايه ده، في حاجه بتزن؟ انا سمعت حد بيزن. لا انا عصافير بطني بترجع. رامي انا سعيده ان انا شفتك وادي لك الدعوه دي، دعوه جوازي. الف مبروك. ما اتجوزتش ليه؟ عند الحصبة؟ ها؟ ايه في ايه؟ ده انا خطيبي هيموت على روحه. بيفرفر. قال لي لازم يوم 30 اتجوز. على فكرة حلف عليها بالطلاق، قال لها يوم 30 تبقي في بيتي. عامة مبروك يا بيه. احنا كمان فرحنا 31. المهم بقى انا عايزاك تيجي، ما تنساش تيجي ها؟ وتقول لي كمان لخطيبتك اللي هي فين صحيح؟ ان بيري سلموني ماي اكس هتتجوز قبلنا. وعلى كده بقى هتتخطب مين يا بيري؟ ايه؟
هتخطب لمين؟ انت بتساليني انا هتخطب لمين؟ قولوا لها يا جماعه هتخطب لمين؟ ظابط طيار. لعيب كوره. نعم. ايوه هو ظابط طيار وفي بعض الاحيان بيحب يلعب كوره. طيب وحد نعرفه يعني اسمه ايه؟ احمد محمد علي. احمد محمد علي ابراهيم عادي يعني. طب يلا بقى يا حبيبي عشان احنا عندنا معاد شبكه دلوقتي. شبكه انت بكتيرك 2 كيلو موز. وعد عد 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 على الشجره بقى على الشجره. انا لازم اتجوز قبله تختصوا وتجيبوا لي عريس. انا هختص وهي تقبل ونجيب لك العريس. انا هحط في ده. ربنا ما يجيب في دي. ايش عادي جدا. بقول لك ايه؟ معاكي لابتوب يا خطوه عزيزه ده النور ده كله. اهلا وسهلا. نورت يا باشا. اهلا وسهلا. اخبار الشغل ايه؟ اسم الله عليك يا باشا. اسم الله اسم الله اسم الله. امسك البتاع ده. ماشي. قلت لك 100 مره ما تدينيش اي حاجه بتتكسر في الحته دي بالذات. حاضر حاضر. ايه اول مره يعني؟ اتفضل يا باشا. يا ارض احتفظي عليك. يا اهلا وسهلا يا ارض احتفظي عليك. نورت مكتبك. روح هات لي حاجه اشربها. مش قادر انا مرهق. ما تروح انت. انت اخاف. الظابط بتاعك فين؟ الظابط بتاعي موجود هنا يا باشا. بس مش هنا هنا يعني. هنا بره يعني. بس هنا. بس مش هنا. والتالت دلق بقى وقت الدلع عدى وياك بنيت دنيتي وانت اللي هديتها. هو عشان يعني شكلك مرهق. يوه بس بقى يا باشا ساعتك بقى. بس يا باشا ساعتك بقى. بقول لك ايه؟ انا ماليش في الزغزغه. انا هنا على مصر. انا بحب الزغزغه. يوه بس بقى يا باشا بقى. يوه والله بيهزقونا بسببك يا حركه. يوه بس بقى. ما بحبش الزغازيق يا اخي. تلاقي يا ريت الظابط بتاعي زغزغني كده. ايه ده ظهره معديه في المكتب. التقارير اللي كانت على مكتبي فين؟ التقارير في الدولاب ده. ماشي شكرا. هنا ضربه. اضحك على ايه؟ هي اول مره؟ اصلها حلوه قوي يا باشا. جامده جامده صح. بس لا مش بس دي احلى من الزغزغه. خليه يعملها تاني والنبي عشان خاطري. ضربه بقى. سيب اللي في ايدك ده وروح هات نوم الحضانه. يلا. نور مين؟ انت مجنون ولا ايه؟ النهارده الخميس. يعني ايه الخميس؟ يعني الخميس. والله؟ طب ايه رايك بقى انك هتروح تجيبه غصب عنك؟ والا هشغلك واكدرك لنص الليل وانت عارفني ما اعرفش امي في الشغل. ولا برا الشغل. بعدين انا مالي بنور؟ روح انت خده من الحضانه. مش ده اللي بيقول لك بابا بابا؟ روح خده انت. يا ابني نور من يوم ما اتولد ما شافش غيري. سعيد الله يرحمه وهو بيموت سابه امانه في رقبته. فاكر يا ادم؟ مش فاكر. انت بتعمل ايه؟ بستخبى في الدولاب. ده انت. بتضرب عيال الحضانه ليه؟ هما اللي بيضايقوني. بيضايقوك ازاي؟ باخد منهم السندوتشات وهما مش راضيين. يعني انت بتثبتهم ومش عاجبك؟ اعتذر. مش هعتذر. والنبي اعتذر. انت خليت نظري قدام العيال وحش. حرام عليك. اعتذر ابوس ايدك. اعتذر. مش هعتذر بقى ما تعصبنيش. يا ولد والله لقول لامك. والله لقول لامك. ادم ولا خالص ما عصعص. او يسد يوم 30. انت يا معصعص. انت يا استاذ. انت والد الطفل ده؟ لا والدته. عمته اسف. والدته عمته جريه طنط. انا بصراحه صاحب ابوه. بس يعني لما شفتك يعني في مش مظبط. كل خميس هنا. خميس حلو صح؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ اصل نور عامل مشاكل في المدرسه ومثبت العيال كلها.
لازم يعتذر. يعتذر. انت مش انت عايزاه يعتذر؟ لا يعتذر. ثانية واحدة. اعتذر. أنا كده عرفت أتعصب. هو شوفي هو يعني حالا دلوقتي. نور. 1 2 3 تحبي اعتذر تاني؟ يلا يا نور. ايه ده؟ على فين؟ المفروض اللي ياخده بابا او مامته. اديني مامته. تعالي هنا. نمرة موبايلك كام؟ 012 5 7. ايه ده؟ انت ازاي تعمل معايا كده؟ انت ازاي تخليني اعمل كده واقول كده؟ بس ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة. ده الكارت بتاعي. ها؟ هات ايدك كده. ده بقى عليه الايميل. فيسبوك. ماشي. يلا يا نور. استنى! استنى. أنا هكلم مامتك. كلمي مامتك، بس أقول لك إيه؟ أنت برج إيه؟ جدي ملمس دور. بموت في الملمسين دول. بس بقى يا دكتورة داليا، في حد هنا اسمه داليا؟ في واحد هنا آدم جلال جاي ياخد نور. إيه؟ ياخده؟ يروح معاه؟ سلمونتي. ايه ده؟ ايه في ايه؟ خليك جدع، قوم سيب اللاب، عايز اعمل حاجه. خلي انت عندك دم، حس بيا شويه. بشيك بشيك. ده انت قبض خنيق صحيح. ايه ده؟ انت زورتك كنا عندك 12 سنة على البروفايل ولا ايه؟ يا خلاص امك الله يرحمها، عارفة الصورة دي جايبة 500 لايك و200 كومنت. يلا قوم بقى، يلا بقى. يلا خليك في كوزك لما نعوزك، يلا. تتبلى في خيمتك، عاوز بس شايل بسرعة، هروح ألعب ويه على ما تخلصي. ها؟ ويه؟ النبي ما أنا عارفة أنت أبويا ولا ابن أختي. عامل ايه؟ صرت عندك في الحضانه؟ طب يلا خش غير هدومك. وصلوا، وبعد ما توصلوا تنزل تجيب الشنط بتاعته من العربيه والحاجات. تمام يا باشا. انت ايه اللي طلعك يا ابني انت؟ مش عندك مشاوير؟ بس لا لا بس انا بقول بقى اسمع قول. وايه ده اللي الولد السافل اللي انا وصلته دلوقتي ده؟ نور؟ بحبه قوي سيف، بحبه قوي، بحبك، بحبه مصر، بحبه كل حاجه. مصر حلوه. يا سلام، ده انت ما بتكرهش في حياتك قد العيال، وموديك تجيبه من الحضانه بالعافيه. الحضانه؟ الحضانه دي اللي يشوفها من فوق غير اللي يشوفها من تحت. انا كل خميس اروح اجيبه من الحضانه. شكلك كده مش مريحني، فيك حاجه مختلفه. حلو. وانت حاجة قول حلو. خلي بالك من نفسك. بابي بابي ممكن اخش الفيسبوك؟ ممكن يا حبيبي، بس ترجع كل حاجة مكانها. نور ما تدخلني معايا. انت تخين ما تسحش وانت داخل. نفس سخافة ابوك. ذكي قوي قوي. يا ابني ايه؟ انت بتدور على عروسه؟ عروسه؟ موجوده يا باشا. مش انت عزفت؟ سبيته ببكايه، يمكن نحتاجه. ألف مبروك يا بنتي، ربنا يتمم بخير يا بابا. ما تبقاش خليقي يا بابا،
يعني انت عملت كده؟ صحيح ما عملتش كده، بس تسلم ايد اللي عمل كده. وماله بقى فتح ايه؟ والله مفيش غيره بيتجوز. في ايه؟ هما مفيش غيره بيتجوز. بيري بيري خدي انتي انتي ردي. ايه مش قادره اتكلم بصراحه، انا خصمه صوتي مش طالع خالص خالص خالص، صوتي منبوح خالص. خدي ردتي. وانا ما اقدرش ارد. ايه هرد ولا اشرب وعامي؟ ارحموا عذابي بقى. ادلت نفسي ازاي؟ ادلت نفسي ازاي هنا عشان اشيل الصوره دي؟ ادلت نفسي ازاي؟ ادلت نفسي ازاي؟ بتدلتي نفسك ليه؟ ما احنا عايزين عريس. سلمى. نعم. انت اخدت دواء النهارده ولا ايه؟ اخدته مرتين. يبقى ما تقوم تاخده تالت. عشان خاطر عينيكي اخده تالت ورابع. حياتي. ربنا يهديك يا ميري واشوفك في بيت العدل يا حبيبتي. خلاص بقى انت هتخنوني. بتكلم لك ده انا كنت هبوسك يا رحمة. لسه متنطر موزز النهارده ولا ايه؟ ماشي يا ادم. سما بتمطر موزس ولا ايه؟ يا حبيبي يا عينيا يا عسل يا روح قلبي يا سوسو يا لهوي يا سوسو. الو الاستاذ سيف؟ ايوه مين معايا؟ انا واحده. واحده؟ لا كنت فاكرك مجموعه. اسمعي البيت ده بيت محترم، يعني لو اتصلت هنا تاني هديكي بيت جزمه. يا نهار ازرق بيت جزمه؟ ما هي الخصوميه دي اللي بتضيع الحريم منك. هي مين دي؟ دي واحده بتعكس. وانت بتقول لها البيت ده محترم؟ طبعا. انا ماشي يا عم. استنى بس تعالى بس. استنى ايه؟ ما هي خلاص راحت منا. قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ مين الكلب؟ اه بتتصل تاني ايه؟ رد رد. لا رد رد بس. ده انا الدهاني. الو بونسوار أمر أمر. نعم؟ البيت ده بيت محترم، ما بتتصليش هنا تاني يا بنت الجزمة. شفت النعمان؟ يوه بتتصل تاني. رد رد. أموري حضرتك. بتقابل؟ فرصة ذهبية لن تعوض تخش عليها. أيوه. لا ماشي. فين؟ والله انا رايي في المتحف المصري. يا نهار ازرق المتحف المصري ليه؟ هتقابل موميا. طب بقول لك ايه، ما نروح القريه الذكيه وهي تطلع ذكيه بقى تفهم احنا عايزين نقول ايه. طب بص، تعرف كافيه بوتشي؟ اه عارفه طبعا. هعزمك على كابوتشي الساعه 9. ماشي هقابلك هناك. هيجي مش هيجي. يا لهوي في ايه يا بنت؟ فين نسيت الشاي على الفاضي ولا ايه ده؟ شيء البنت دي بقول لك يا بنت معلش انا مسموعه وربنا يكفيك شر بزنقه البنات. الحمام من هنا. انت بنت بصراحه ربنا اه احنا كلمنا الواد اللي على الفيس وزمانه كان يشيروا مع بعض. قوي. هو في كده؟ ده في بفيونكة وساعات بكرهات يعني. بس انا يعني بصراحة مش عارف، واحدة قمر زيك وبالجمال ده تنزل صورتها على الفيسبوك كده تدور على عريس؟ لا 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 انت فاهم غلط، دول اصحابي كانوا بيعملوا فيا بس مقلب وكانوا بيهرجوا معايا يعني. معقولة؟ اصل انا برضو واحد صاحبي عمل فيا نفس المقلب. ايه ده بجد؟ والله ما انا قلت ان انت مش للدرجة دي واقع كده ان انت تنزل يعني على صفحة الجواز. وبعدين يعني مثلا لو انا قلت لك يعني ان انت حاجة جامدة قوي وانك حلو موت هتقول لي ايه؟ قلت الادب طبعا. ايه؟ سيف صلاح. بيري سلاموني. بيري؟ يعني ايه بيري؟ بيري ده بقى اللي هو قبل البلاك بيري. لا 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 حلو والله حلو. دمي خفيف
في جدا والله يعني. بتضحك يعني والله. على فكره بقى انت دمك خفيف جدا. طب خد دي بقى. ايه؟ على فكره كنت همشي. ايه؟ اصل الموقف ما كانش عاجبني، بس لما شفتك قلت ايه؟ قلت لك مشيت. طب ثانيه واحده بس ارد على ابن اختي. ايوه يا زفت. قطه ولا بروطه؟ مش عارف تتكلم. ها بقول لك ايه، خلي بالك عشان انا خمس دقايق وهاجي انط عندك، طبعا ساعتها بقى ايه مش هتركز معاك خالص وهتبقى معايا انا. ها ماشي. ايه ده؟ انا اتاخرت ولازم امشي حالا، انا ما وريش حاجه بس يعني. فرصه سعيده جدا. احتمال كبير جدا. هو لو بص عليا يبقى نفق. هاي. بصيتي بصيتي. ماشي فيه ناس. صح. اتفضلي. ايه يا لا لا مش معقول. لا ما احنا هنقعد بقى هنا بقى ولا ايه؟ اتفضلي. ايه المواعيد دي؟ اتأخرت ليه؟ انت تاني؟ هقول لك حاجة، أنا حاسس إن أنا اتولدت النهاردة. يا نوكا؟ بيسيبوها إمتى يا بطة؟ لو سمحت بدور على فيلم نوت بوك مش لاقيها. لا آخر نسخة أنا اشتريتها، بس لو عايزة أتفرج عليه ممكن نتفرج عليه مع بعض. فين؟ إيه ده؟ إزاي تكلمني كده؟ خليه ينفعك. ده ينفعني إزاي؟ ده فيلم رومانسي وفيه حسيس وكده. ايه ده؟ قلت لي ايه؟ لا ما بقولش حاجة. بقول اتمشى عشان تلحق تتعشى. استني بس، خد الفيلم أنا مش عايزه خلاص. ولا أنا. طب ما أحكيهولك. أوف أوف. حلوة أوف دي فرعونة. طب خدي اتفرجي عليه وراجعيه تاني عادي. إيه الرغي ده؟ إيه الرغي ده؟ طب خديه وراجعيه مع نور. بس بصراحة الفيلم ده لسه صغير وأنا خايف عليه ليه. أنت ما بتفصلش؟ ما بتفصلش؟ بتفصلش ده أحلى حاجة فيها كلامي. وعينيا كمان. كلمتين وهخليك ما تعرفش تتكلم معايا اسبوع. واه! انا معايا حزام اسود وانا معايا بنطلون بني. اوه يليقوا على بعض جدا. اقول لك على سر، دي احلى وقعه وقعتها في حياتي. اهلا 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 اهلا. خد يلا. طبعا انا لو حلفت لك على المصحف اني ظابط مش هتصدق صح؟ من غير ما تحلف. اركب يا حبيبي. اركب. اروح فين؟ اروح القسم نشوف لك حاجه تلبسها. انا عايز البس. يا مدوبني في احلى عذاب، ببعت لك بعنيا جواب، مش لوم يا حبيبي ولا عتاب، مش اكتر من كلمة. سيف انت بتعمل ايه؟ انت اللي بتعمل ايه؟ صاروخ يا سيف. طولي عرضي شعر وعينين وشفايف كل حاجة. عود يا محترم عود. وحياه ابوك يا ادم. طب وريني. لا وريني انت الاول يا عم. انا كل مره بوريك وما تورينيش حاجه. سيف انا هكون صادق معاك، احنا نعد من واحد لثلاثه وفجاه نوري بعض بسرعه. ماشي. واحد اثنين ثلاثه. ده ايه دي؟ نفس الصوره اللي سبحان الله. فين السلامولي مش كده؟ فين السلامولي؟ فين السلامولي؟ وريني كده؟ هي فعلا فين السلامولي؟ والله العظيم دي حاجة. أحيي معالي الباشا.
قاتلة إن شاء الله. الكلب اللي قتل أخويا علي عايزكم تدوروا عليه، تعرفوا مكانه فين، بيروح فين وبيجي منين، ما يغيبش عن عينكم لحظة واحدة، مفهوم؟ اعتبره حصل سعد. لما أخويا علي مش ممكن يضيع هدر أبدا أبدا. مبروك عليك بيري. بس تعبيت يا ابني ولا إيه؟ أنت أخويا وبيننا عشرة، بعدين أنا الراجل عندي 100 بنت، خدها أنت طبعا. لا لا أنت لسه خايف تخش في منافسة معايا. إيه؟ خايف تخش في منافسة معايا. معاك أنت؟ آه. ليه إن شاء الله؟ هضايقك. نعم؟ هضايقك. ناقص لي إيد ولا ناقص لي رجل؟ مش ناقص إيد ولا ناقص رجل، بس أنت ناقص سنس. إيه؟ سنس. يا ابني سيبك من شوية دول. إيه؟ أنت عايزة راجل دكر دكر يحميها، مش عش بلبل. ده أنت لذيذ بقى، احكي احكي يا شهرزاد، عايز أسمع. والله جامد أنت. آه أنا جامد. لا واثق من نفسك؟ هو واثق، واثق من نفسي. بقولك على حاجة؟ ما تخليهاش تطلع في دماغي. خليها تطلع في دماغك يا سيف. طب أقولك على حاجة؟ خليها تختار. لا، خليها تطلع في دماغك يا سيف. طب أقولك على حاجة؟ خليها تختار. لا، خليها تختار. ماشي ماشي، بس في حاجة، لا لا أجيب سيرتك معاه ولا أنت تجيب سيرتي معاه، وهي أصلاً ما تعرفش إن إحنا نعرف بعض. آه. ماشي يا معلم، حصل خير. ماشي يا سيف، ادم وجميل. لا، ادم وسيف. ازاي حبيب قلبي؟ ايوه باشا، انا واقف في حته كلها بيوت صغيره بيضة والزرع اخضر، كفر نجح مش عارف حد ده باشا. المذكوره هي واقفه قدامي. ايه ده يا باشا؟ ده دي واقفه جنب كشك مرور، كشك سجاير. انتهى، اطلع عبد الغني. سيبو. ايه ده؟ انت ساكنه هنا؟ ايوه. ما تيجي نكروت؟ لا تعال انت معانا، في حفله ويزو عندها مسابقه. ووو. هاشتاج دانس امبوسيبل، هاشتاج دانس الفراشه، ويزو هيري. نكسر خوفنا بالأحلام، بتعدي عن الدار نمسك أحلامنا بإيدنا. يلا نحلم إحنا قد الدنيا والأيام، حتى لو ما قدرنا الشرف التجربة يفيدنا. ارميها ورا ظهرك بص لقدام. يلا 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 يلا، ما تفكرش إلا بكرة، الله يلوح حد نكسر وعلى الصراع بكرة. يلا بينا نعيش، يلا 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 يلا
على فين؟ رايح ارقص عندي نمره. وانت قاعده مع كاميليا ولا ايه؟ مفيش رقص طبعا. افهم بس، انت بتهزر معايا ولا بتهرج عشان اعرف اتعامل؟ لا بهرج ولا بهزر، انا مراتي ما ترقص. ايه قلت ايه؟ ان ايه؟ باعتبار ما سيكون يعني. عايز اجي لي واحد كمان كام سنه يقول لي مراتك كانت بترقص في 2014؟ ايه الجو ده؟ يا بيبي يلا ليتس جو، انت في ايه؟ يلا يلا يا بيبي، في كلام كده مش فاهمه، يلا عشان ارقص. يلا بيبي ايه وبتاع ايه؟ اسمع يا ابني، لما تكون واقفه مع راجل تيجي تتكلم معاه الاول، فاهم؟ هاشتاج دونت تاتش دانسر، لازم تطلع حالا لو سمحت. يا اما هدلك الرجاله. انده الرجاله يلا، وانا اللي هرقص لك حبيبي. يلا هم استغنوا عني، هم استغنوا عني، هم استغنوا عني، هم استغنوا عني. بابا يا بابا يا بابا، بابا يا بابا يا بابا، بابا يا بابا. اسد بصي لما ضربه مقفز عينك الصافيه ما سابت عافيه، ده ما بقاش اسد، ده مدد على الارض. انت عايز تتجوزيه ولا عايزه تموتيه؟ موته ايه؟ ما هو قام زي السبع اهو. حرام عليكي، محتاجينه يوم 30. قوم يا اسد ترقص، بترقص انت بترقص. بتراقبني مرقبك عامل لي فيها جاكي شان. كده باظت حضرتك يعني؟ لا باظت ليه؟ ده انا سامعك بتقول بابا بابا بابا، قلت ألب الندى. طمرت يا حبيبي. لا مفيش يا غالي. يومين جيزه ليكم انتوا الاثنين. ما عملتش حاجه ولا كلمه. انت مش سامعه بيغني؟ تمام يا فندم. انا رفعت عنكم قرار العمل الاداري. ايه ده؟ يعني ما سمعتش متشكرين يا فندم؟ ربنا يخلي معاليك. متشكرين يا فندم. ربنا يخلي معاليك. هو اللي قال الجملتين، انت دورك صغير ولا ايه؟ زي اللي خلاني عندي اكتئاب. بيقول ايه؟ اجل بتعمل ايه؟ بيقول ايه؟ خلاص. مسكنا امبارح واد على موتوسيكل كان قطرك يا سيف. ماشي ورايا انا؟ سعادتك سيف ولا ايه؟ ما هي يا فندم سيف، بس انا لما قررنا طلع برجالتي الزيدي. زيدي؟ لا همشي بجد. الزيدي؟ اه يا فندم اللي عشت ده شغلانتنا. ده معناته خطير جدا. انت قاتل اخوه. قاتل مين؟ فندم انا اللي قتلت اخو زعتك. انت مالك مبسوط كده ليه؟ دي بلوى انا قلت ارفعها عنك. لو ما وصلناهوش قبل ما يوصل لنا هتبقى كارثه. وجود الراجل ده في القاهره اصلا كارثه. الاسلحه والمتفجرات لو عدت مش هنعرف نوصل له. حركته تقل اليومين دول. واحنا من بكره هنهاجم اماكن احنا رصدناها مستخبي فيها رجاله الزيدي. زيدي هو انا كنت اديت لكم كام يوم جزا؟ يومين سعادتك. باربعه. ليه يا فندم؟ الدنيا غليت، مين يعملوا ايه دلوقتي؟ ما عملتش حاجه. يا احسن يعني. الرجاله وكل الامكانيات تحت امركم. مفهوم؟ اتفضلوا! سيف يا فندم احنا متفضلين اصلا، ده مكتبنا سعادتك. اه فعلا. ايوه انا واخد بالي. أنا بس كنت بختبر تركيزكم يعني. مركز أنت ها؟ أنت لا أنا مش قابض عليك السنة اللي فاتت في الورق. حصل يا باشا، أصل أنا شغال هنا. شغال هنا مع مين؟ مع سيف باشا. شغال إيه مع سيف باشا؟ مكير؟ لا حارس مرمى، مخبر. آه، ومين الحاج اللي واقف جنبك ده؟ ابنك؟ لا باشا، ده مخبر زميلي بس قسم استماع. هو يعرفني عشان يهزر معايا؟ الحمد لله اخترتي سيف؟ اه خلاص، والله انا مش عارفه انت عاجبك فيه ايه اصلا. بصي
راجل كده ودغري ومش لابس ماسك وصريح. على فكره الواد ده من الرجاله خنيق ولسانه مرزبه. مش احسن من لسانه حلو ومسهوك؟ بقول لك إيه؟ ايه، انا ما عنديش وقت، انا لازم اتجوز قبل يوم 30، قبل رامي وهنا. سمعولي زغروطه. طب والتاني بتاع الحضانه ده بقى عيل منفور بيسبل على روحه يعني. مش تقولي دمه خفيف ودي سلك يا هبله. اوبا جبنا سيره النط جاي قد. اوبا لا لا الاوفر ده بجد. روح صدفه خير من الف حاجات حاجات. طب يا بيري نسيبك احنا السمكه في النادي للاسف. يلا يا ماما يلا 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 سلام يا ستي. بص فرصه سعيده قوي لا 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 يعني بصراحة مش صدفة ولا حاجة، أنا جاي مخصوص عشان أديك حاجة. أوه حاجة؟ حاجة بمناسبة عيد ميلادك. أوه عيد ميلادي؟ عيد ميلادي كان من شهرين. هي بمناسبة مرور شهرين على عيد ميلادك. صريف حضرتك عن إذنك. استني طيب. فظيع صح؟ فظيع. أه أنت قليل الأدب صح؟ الخاتم ده تلبسه انت. فيري فيري ايه ده اللي البسه ده؟ انت تعرفني. انا اعرفك لما واحده ما شفتهاش في حياتك الا مره ورا مرتين وتجيب لها خاتم زي ده غالي يبقى ايه؟ قله ادب. صح. طب ماشي قله ادب اعمل ايه انا دلوقتي يعني؟ تقفل العلبه دي وتحطها في جيبك وعليك على شارع جامع الدول العربيه هتلاقي 100 حد ياخده. لكن انا محترمه يا استاذ. أنا مش من الشارع! احضني احضني احضني! إيه ده؟ إيه جامعة الدول؟ احضني! يا تتبرق قوي! بيبي بليز بليز يا بيبي نفسي أروح روما. رامي ازيك يا فيري؟ هاي ده رامي قوي. رامي قدمنا خطيبي انتوني قديم جلال. واو طيار؟ ياه طيار؟ طبعا طيار ولا طيار ولا كده. على العموم الف الف مبروك ربنا يتمم لكم على خير. بس خطيبك لطيف قوي يا بيان. الله يحفظك ميرسي. والله انت خطيبك والله لطيف والله. شربات شربات بيبي. بقول لك ما بقولكيش المنطق ده ما بقولكيش الامانه ان هو اسعد خليكي في الحجر. انا عايزه اعزمكم على الفرح بتاعنا يوم 30 وجايبين خالد سليم. يا انا مش قادر استنى يوم 30 انا عايز دلوقتي. مش توريهم يا بيبي خاتم الشبكه بتاعتنا؟ اه لازم تشوفوا الخاتم. بصي يا بيرن ده كبير قوي. ده بتلبسيه في رجلك؟ خمس قرارين. بيبي وريهم الخاتم بتاعنا بتاع جامعة الدول. مش عاجبك بقى؟ حلو والله. واطي يا مان واطي. اوه 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 يا بيبي بصي. على العموم الف مبروك ولما يبقى يخلص يقولوا لنا ان احنا مشينا. باي باي بيبي. بيبي بيبي لما صدقت لما رامي يا رامي واطي بجد انا مش مصدق نفسي ان بعد الضرب ده كله قبلت عزومتي عادي كده. لا بص انا قبلت العزومه دي عشان انت طلعت معايا جدع من شويه. ها ماشي لكن انت انتهزت الفرصه وقعدت تتحضن وتبوس. أيوه. وانت قليل ادب. أيوه قليل ادب صح. بيبي بص يعني انا رومانسيه وانا بجد انا موديه وانا اسفه وبعدين انا لازم الحق يوم 30. انا لازم ايه ده؟ فيري. لا انت سوري لازم الحق يوم 30. 30 ايه؟ 30 ايه؟ ده ياباني. الله يلا يلا ناكل يلا ياباني ياباني. فيري اشمعنى مطعم ياباني؟ عشان انا بحب الياباني. اه وباكل ياباني. ايوه وبموت في الياباني. زكشان نيها انت هتنهنقني من اولها ولا ايه؟ روح كتكنيها ناديلي اي حد مصري او عربي اكلمه.
نيها وعلق ولا ايه؟ ريحت ايه؟ نيها بعيد دلوقتي. لو سمحت واحد سهواكا. سهواكا ايه؟ انت هتاكديني سهواكا؟ ايوه يا بيبي، هنا في التبانياكي في سهواكا. في الايه؟ تبانياكي. ايه يا فري اللي انت بتريده قدام الناس؟ هو الاكل كله قليل ادب هنا كده؟ بيبي لا، في اكل مؤدب، في هاموتشي، في تاكو، في اوناجي. اوناجي بيتاكل هنا؟ اه. اسكتي يا فري خالص. انا عارف الست تموت في الراجل اللي ياخد القرار على طول. اتنين تشيكن. اتنين سي فود. وانا احب الراجل بقى اللي بيرجع في الكلام. بحاجة بصراحة، يعني انا ما عندي مشكلة مع الحاجات دي، زحمي زي الفوجة كده يعني. ادم احنا شكلنا كده مش متفقين مع بعض، مش عارفين نولف، يعني اذا كانت حتة سهوكة مش عارف تتسهوكة، امال في الباقي هتعمل. يا يوم سعيد. حامد عايزك تجمع لي كل البيانات عن بيري سلاموني. ميلو ميلو ايه ده؟ هيكون ايه يعني؟ وين؟ سلاموني طبعا كل مرحله ليها مفرداتها وتوجهاتها وبنيتها الاساسيه، وايه الكلام الكبير اللي انا بقوله ده؟ مندور انت فاهم حاجه من اللي انا بقولها بسنانك دي؟ مساعدتك فاهم طبعا. خلاص انا مالي مندور. الكوكب بتاعك ده فيه بني ادمين؟ مش كتير. بص يا حضرتك، هو انا كان المفروض اجيب لك ورد بس لقيته ملوش عايز، شمتين وهيخلص يعني. فعديت على محل لقيته عامل تخفيض على المكاوي، جبت لك مكوه هديه اهي تنفعك في جهازك، ربنا يرزقك بابن الحلال بدل قعدتك دي. بدل قعدتي دي؟ انا في حاجه خبطت في وشي ولا ايه؟ انا حاسه ان انا بنت مش كويسه، واللي بعمله ده غلط، ان انا قابل الاثنين في وقت واحد. انت عبيطه يا بنت. ايه ده؟ كنا محتاجين عريس جيك، ربنا بعت لنا جيكين نحافظ عليهم. جيكين؟ ها؟ نحافظ عليهم ولا نلطم على الخدين؟ وبعدين اوي وبعدين في ايه؟ معاكي اتنين، لو واحد فكس منك هيبقى التاني ستاند باي. طب انا المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ تتعرفي على الاثنين. الاثنين؟ وتحطي تحت الاثنين دي خطين، واللي يطلع 100 100 هو ده اللي يستاهل يقعد معاكي في الكوشه يوم 30، وقرب لعروسه يوم 30. أيوة. وجوز عرسان. ايوه قرب. بس يا ماما امشي قدامك، عيب كده يا حبيبتي. لو تيجي صدفة
ما يبقاش مخك زي جسمي. ايوه بابا. لا حصل امتى ده؟ قولي. استني استني يا سخن. لا حصل امتى الكلام ده؟ لا بتهرب. لا 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 طب اقفلي بقى واكلمك بعدين. ميدو وجابوا بيري مكانه. الصبر حضرتك الصبر هيجي هيجي دلوقتي الصبر. هو ايه اللي هيجي؟ الارسال؟ لا الجون. اصل الزمالك لو فضل كده هيخسر دوري المجموعات على فكره. دوري المجموعات؟ سعادتك كل حاجه سليمه وفي مكانها بس واضح ان العطل من هناك. لو انت تعرف حد عندها في الحته يجري بس يخبط عليها يستاذنها يقول لها تحط لنا الفيشه عندها. اصل سعادتك نسيت تحط الفيشه. ممكن تبقى مهزوزه على فكره. رجعني قطه مندوب. رجعني اوضتي مندوب. سلامتك الف سلامة. رجعني اوضتي. سلامتك الف سلامة. شغل لي موبايل. وانا مال انا يا باشا ومال الموبايل يا مؤاخذة؟ هو انا شغال سهرة في شركة موبايلات؟ شغل يا ابني المايك. ايه ده انت هتغني يا باشا؟ يا ابني مايك العربية. شغل لي مايك العربية. يلا. يلا ايه؟ يلا انتوا هتباتوا معايا مش هتروحوا النهاردة. هتباتوا عندها؟ عندنا مكان فين؟ في المطبخ وفي العربيه وفي الصالون يا باشا. بس مش عارف هيقضوا ولا نبعت نجيب من بره. هيقضوا معاك الصالون سعادتك. وعرفت منين ان ده الصالون؟ عرفت منين ان ده الصالون؟ من طقم المذهب. شغال يا ابني الصالون. محترموت يا علا. الاثنين عاجبني. يعني مثلا سيف ذكر وراجل. البنت دي بتفهم قوي على فكره. بس ادم مشكول. خلاص بلاها سيف. خدي ادم. هو ادم دمه خفيف. البنت دي غبيه قوي. بس في سنه معياله كده مش قد المسؤوليه. خلاص خدي سيف. خدت سيف كمان. سيف خدت كمان. سيف انزلي بالتسعه. ما ينفعش الولد. ايه ده؟ انت ساكنه هنا؟ رب صدفه خير من الف على الشجره. حلوه؟ حلوه. بس ايه الشغل الجامد ده؟ والله ده حاجه بسيطه يعني. دي عربيتك؟ اه. تجربيها؟ شور. عجبتك العربيه؟ تحفه. على فكره انا الفتره اللي فاتت كان عندي ضغوط جامده قوي في الشغل، كانت متنشناني شويه، انما انا في الحقيقه تافه جدا. بقول لك ايه، ما تيجي نسمع حاجه كده؟ يلا. قالت مصيرك توتات موا سانز ريغار سيرين دو سابا جي لي عايشة برون توتات بور توا. Give me money, 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 give
ادوا علي عنده حمار طيب خالص مش مكار حتى جوزت سمنت اللحم بتاكل الممو اخر لعب البطيء وفرحان منهم يختص ويعوم وهد يا لعب ورجس يهب وهب يشب يحب اللعب وقت اللعب ولو نو شطط لو نو نطط منها القشطه وتنزل لعب صوتك بتكتب بكره بشروطه دي بشره خير قوم نادي جاي بقى تشكيلي من ايه؟ ارغي اهري ده كتاب اسمه افاق الفن التشكيلي ايوه في شرح لكل اللوحات اللي في المتحف ابتداء من اليمين الى الشمال من اليمين للشمال انت عارف ان انا اتبسطت قوي النهارده كان يوم لذيذ جدا شفتك على فكره على فكره بقى انا شخصيتي مش كده انا لا ليه في الحظاظات ولا الكلام ده بس عملت كده عشان اعجبك انا دمي حابي وما احبش الحل المايل ونفسي تحبي شخصيتي زي ما هي زي ما انا حبيت شخصيتك زي ما هي بشعرك الحلو وعينيك الجميله وضحكتك اللي ملهاش حل دي وهبلك هبلي طب بالنسبه اللي انت كنت بتعمله جد وعلي عنده حمار ها وبالنسبه هو هو ايه الهبهوة دي ايه و ها وحط ايده يا على ايدي يا ايه ده انت بتركب الهوا اه بس يا ريت الموضوع ده يفضل سر بينا سر ايه دي مصر كلها عرفت بجد بجد طب ايه 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 بقى مش هنسمع خبر حلو قريب زغروطه حلوه كوبايه شربان حته جلاش حته جلاش انت قديم قوي تعالي بقى بص الجديد كويس عارف زي ما انت حبيبني كل على بعض كده انا كمان حباك كلك على بعضك انا منحرجه قوي منحرجه قوي 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 خدها يا ست يا منحرجه انت بصراحة مش فاهم منك ولا كلمة ولا بس أنا مبسوط حاسس إنه كلام إيجابي في صالحي عايز أرقص عايز أغني عايز لا 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 أنت يا راجل يا بتاع الجلاش في صينية وقعت هنا باي ادم انت ايه اللي جابك هنا بيري انت ايه اللي جابك هنا ده بيت انت ما بترديش على تليفونك ليه انا قلقت عليكي جدا يا سوسو ايه حياتي نركب المرجح ونك مرجح انت بتدرسي بالعكس انا بس خايف تجرحيني يا بيري خايف اختي بابا يما بيري انا جايب البلالين والورد ده كله علشانك وصرفت ايوه بابو سباح بيري انا عايز اقولك ان انا صحيت النهارده من النوم عندي احساس خارجي ان انا عايز اعمل دماغ فن راقي واو 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 انت ليك في الفن طبعا او قبل ايه الشعر الفن التشكيلي تشكيلك ايوه بيري انا معايا دعوتين لمعتم معرض المتحف الفس التبليلي ويلا يلا بينا طب اغير واجيلك بيري الناس ادم ايوه ادم بيه معايا اخد يمين ولا شمال يمين ولا شمال اتفضل يا بيري اللوحة الأولى لامرأة استغفر الله العظيم عارية من القرون الوسطى دي بقى لوحة لامرأة عارية من القرون الوسطى فين الامرأة العارية حضرتك بتقول عليها؟ فين ايه؟ ده بحر
يعني في امراه عاريه بس ما ينفعش تبان عشان عيب. يلا تعالي. لا دي لوحه صغيره مش مهم مش مهم. واو ايه ده؟ ايه؟ شايف اللوحه دي؟ دي وجهه نظر الانسان الداخليه على العشوائيه الطاحنه. شايف؟ شايف الناس ازاي غالبها؟ ناس مين؟ شايف لاعب في الوانهم ازاي؟ لاعب في الوانهم؟ انت فاهم؟ فاهم يعني الاحمر ده؟ لا والله. انا بقول لك ايه؟ ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ هنقطفك. لما تقولوا كده لازم الزيطه دي كلها انا مسوره اساسا. بعتنا نجيب حواوشي. حواوشي؟ يعني حواوشي ايه؟ حواوشي ايه؟ انت جعان ولا ايه؟ مش دي نوع فيها مخ وسمك وزبده وهس وسموم في ايه؟ اه ماشي هايل. دي بقى بتعبر عن كذب الانسان. شايف؟ شايف وشهم مدلدل ازاي؟ قول لي بقى كنت عايزني في ايه؟ شوفي انا هقول لك على حاجه بصراحه. انا طول عمري كنت خايف اني احب، بس اول ما قابلتك يعني اتبلقت على بوزك كده وحبيتك. يا اختي حلوه؟ ايوه حلوه وعاوزه اتجوزك. ايه؟ انت فاجئتني بجد؟ ايوه طبعا. امتى يعني؟ بس يا باشا ابن سعادتك نور كان بيلعب عند المراجيح وتقريبا اتعور. نور؟ ابنه؟ انا سمعت حاجه كده بتعدي ده ابن سيف باشا وست الدكتوره. بس ست ايه؟ سكر يا اختي حلوه وجواز وبتاع. وابني مين؟ اتجوزك ابنه؟ بابي بابي ازيك يا بابي؟ ازيك يا حبيبي؟ انت كويس؟ اه الحمد لله. امال اللي جابك هنا؟ أنكل آدم. بقولك سيف طلع متجوز ومخلف. يطلع مخلف أحسن ما يكون متخلف. وبعدين بلاها سيف. خليكي في آدم. نحنوح. يا ناس مش عاجبها الراجل النحنوح، وناس من قلة الرجالة روحها هتروح، هتشيلي أي راجل حتى لو كان مفضوح. بصي قدامك. انتي بيري سلموني؟ الى حد ما بيري سلموني صاحبة الحضانة. بربورة حمشي صاحبة حنانة. اتفضلي حضرتك. اتفضلي اتفضلي. الحقيقة انا ابني عنده مشكلة وانتي طلبتي حضور ولي امره. انا؟ ابدا يا فندم ابسولوتلي ما حصلش كده. لا حصل. عموما هو كان نفسه يعزمك على الغداء وبعتني هنا مخصوص علشان اعزمك. حضرتك في الحضانه هنا ممنوع الحاجات. لا لا من فضلك ارجوكي حرام عليكي. انا ابني ما نيمنيش طول الليل. انا اول مره اشوفه في الحاله دي. حضرتك بصي ده تلاقيه عنده تسلخات. غيري له نوع البامبرز. بامبرز ايه وتسلخات ايه؟ انا هندهولي. دومي دمدومي دمدوم ام. تعالي يا اختي. انا مش بقولك عنده تسلخات. ما هو الحجم ده مش هتلاقي منه في السوق. الله ريحه الاكل حلوه قوي دي يا طنط. بس انا اتاخرت قوي وانا جعانه. لا يا حبيبتي ما تقلقيش هتاكلي. انت النهارده هتاكلي من ايد الشيف ادم. انتومي انت بتطبخي يا بطه؟ تعالى دورك. عجبتك؟ هايله فظيعه. ما لو قعدت تاكلي من ايدي اسبوع هيحصل فيكي ايه؟ مش هكمل الاسبوع اللي بعده. طب تعالي بقى افرجك على البيت اللي اتربى فيه ادم. ماله خيار ده؟ ها؟ ماله؟ نورت نورت. دلوقتي اعزائي المشاهدين انتهت حلقتنا النهارده. ميعادنا بكره ان شاء الله مع الشيف ادم. طنط هو ادم ليه اخوات؟ اه طبعا ليه اتنين اخوات بنات. ادم غير ما بتشوفيه خالص هو صغير بيحب الضحك والهزار، لكن طول عمره هو صغير وهو راجل وجدع. ولما مات باباه هو اللي ربى اخواته البنات لحد ما خلصوا تعليمهم واتجوزوا. يعني طول عمره شايل مسؤوليته. كان ليهم اب واخ. هي دي اوضه ادم؟ دي مملكته اللي محدش بيخشها ابدا. فيها كل الذكريات واسراره. لما جالك هنا عرفت قد ايه هو بيحب. على اذنك يا حبيبتي اما راح اشوفه عمل ايه في المطبخ.
شفت بيري في الحضانة حصلت لي حاجة غريبة، حسيت إن فيها حاجة بتشدني وإن هي البنت اللي بدور عليها طول عمري، وهي دي اللي لازم أكمل معها حياتي. بحبك. وأنا جعانة. اسمعيني وما تقفليش السكة. انت فاهمة كل حاجة غلط. الولد ده يبقى ابني فعلا، بس مش زي ما انت فاهمة. ده يبقى ابن اختي. وابوه كان ظابط زميلي. مات قدام عينيا. وصاني على الولد. من يوميها وانا ابوه وهفضل ابوه. هربيه لغاية لما يقدر يقف على رجليه. انا مش قادر اتخلى عنه. زي بالظبط مش قادر اتخلى عنك. ولا قادر اتخيل حياتي من غيرك. اعمل ايه؟ بص قدامك. ما بحبش حد غيرك. انا ما بعرفش احلف. بس والله العظيم بحبك. وماله لو ليلة تبنى بعيد وسبنا كل الناس. أنا يا حبيبي حاسس بحب جديد ماليني ده الإحساس، وأنا هنا جنبي أحلى الناس. أنا جنبي أحلى الناس. شوفي بقى، أنا حجزت المكان ده كله عشان أبقى لوحدينا وما أشوفش حد غيرك. سيبنا كل الناس. أنا يا حبيبي حاسس بحب جديد ماليني ده الإحساس، وأنا هنا جنبي أغلى الناس. اصدق اللي انا فيه. اهلا وسهلا، احنا مطعم كبير قوي سعادتك، والمكان كله متامن زي ما سعادتك شايف. هي الثقه الزياده دي بقى اللي بتقلقني انا شخصيا. الثقه بتقلق يا باشا؟ طبعا، ما بيحصل بعديها مصيبه. مصيبه؟ بقول لك ايه، في مصادر نار في المكان ده ولا ما فيش؟ في سعادتك، في بوتاجازات، سخانات، افران، كله موجود. طيب افرض بقى النار دي مسكت في اللبس بتاع القمر اللي قاعده جوه في المطعم دي. ها هيفضل لنا ايه؟ انا اعيش ازاي؟ انت تعيش ازاي؟ اسف، انا هجرب بنفسي. جرب، اتفضل جرب عشان تطمن. جرب جرب جرب. يا بيري قبرك قبرك يا بيري. ايه يا علا، هو احنا كل ما نيجي نتكلم جد تغني؟ مالك يا دش؟ خلاص هيا بيري يا حبيبتي، اخترتي مين يا روحي، ادم ولا سيف؟
ما هو واحد من الاثنين، ما هو واحد من الاثنين. انا الظاهر ان انا بحبهم هما الاثنين. الاثنين؟ بس انا حاسه ان انا بنت مش كويسه. مش كويسه ازاي يعني؟ واللي بعمله ده غلط. استنى هنا يا الظابط بتاعك فين؟ واخد كابينه في مارينا. انت قديم قوي يا باشا رغم حداثه سنك. وانت اللي جديد. يعني بيقابل يا باشا. بيقابل ها؟ انت اللي فينا كده. انت ليه تكتير؟ سيد فين؟ راح يقابل بيرف المطعم اللي بتقابله فيه. بيري بقالك 13 ثانية ما قلتيش حاجة. سيفو انا كنت عايزه احب سيفو دي قوي. وانا كمان انا كنت عايزه اقول لك حاجه. عايزه تقول ايه؟ سيف انت بتحبني صح؟ بحبك. كل اللي بتسالي بحبك ولا لا؟ ده انا بموت فيكي بعشقك. تعمل ايه يا ابني؟ قطع الخور. ايه ده؟ المفاجأة السعيدة دي حلوة قوي. آدم سيف. سوري سيف آدم. عايزة ادخل الحمام متر حمام. اصل انا ضربة كبدة امبارح على عربية كشري ف يعني جدا مع المواقف دي يعني بتسهل المسائل. ضحكوا خالص على الاخر يعني خمس دقايق يعني يوم يومين كده ضحكوا عشان كمان هاخد راحتي على الاخر. مش هتعيني كمان كده. انت قاعد بتهزر؟ يلا بينا. انا اللي بهزر ولا انت اللي بتطلع على طول؟ يا ابني افهم رجاله السيدي حوالينا في كل حته ومراقبيننا ومسدين كل تحركاتنا، يعني وجودك في اي مكان عام خطر عليك. الباب اللي هناك ده تخرج منه دلوقتي حالا. يلا يا ابني بقى اللي هو عبد الله اختاروه النهارده. يا ستي لازم اروح اسال اليوم ده. هو بحبه هيموتوا بعض. سيبك من الحوارات بتاعتك دي، انا عارف انت جاي ليه. اخرج من هنا بقى لما تخرج. انت
قال لا يا فندم. ونعم بالله. ست اللواء عبد الله هو أول واحد قابلنا وأنا داخل الكلية. ساعتها ما افترقناش. سيادة اللواء عبد الله هو اللي علمني ما أخافش. الله يرحمه هو اللي علمني أواظب على الصلاة. كمان هو اللي علمني معنى الرجولة. عبد الله النهارده الصبح خد رصاصة في صدره وهو واقف بطل. خد رصاصة من إرهابي غدار. زي الزيدي وأمثاله اللي بيدخلوا الأسلحة والمتفجرات جوه البلد. شوف يا ابني أنت وهو إحنا مش ملايكة. إحنا بنغلط لأننا بني آدمين. بس اللي مش لازم ننساه أبدا واجبنا وحماية كل مصري. ده اللي أقسمنا عليه. الله يرحمه. جملته لسه بترن في وداني. قال لي يا نبيل لما تلبس البدلة الميري لازم تنسى حياتك الشخصية. كان نفسي تطلع رجالة. يا سادة انتوا بقوا واقفين على العمل لحين الانتهاء من التحقيق. كل واحد منكم يلم حالاته الشخصية. أنا مش خايف لأن مصر مليانة رجالة زي عبد الله وهيقدروا يحموها. اتفضل. بعد أمك الله يرحمها ما سابتنا حاولت أقرب لك لكن أنت بعدت عني. تلهيت بصحباتك وخروجاتك. لقيت نفسي فجأة مغرق في البتاع ده اللي اسمه الفيسبوك. كنت فاكره موقع تواصل اجتماعي. طلع موقع ضياع اجتماعي. بيري الواد الجدع الصح المظبوط هو اللي يخش البيت من بابه. صدقيني يا ضلغية أنا حاسس بيك. وأوعدك إنك من النهاردة هتبقي فيسبوكي وتويتري وواتساب. خد الصورة دي يمكن تفتكر كنا عاملين مع بعض ازاي في يوم من الايام. لو الحكايه دي عدت على خير مش هتشوف وشي تاني. احسن هي اللي مش هينفع نشتغل مع بعض تاني. عامه انا طلبت بالي. أنا عبد الله سلموني أبو بيري. بنت اتخطف من البيت. بيري اتخطفت. طيب فضح لك استريح. الورقة دي بعتها لك المجرم اللي خطف بنتي. أنا عايز بنتي. أنا عايز بيري. أرجوك.
شاي كده مطري بيها القعدة، ولا انت بخيل ولا ايه؟ بخيل ازاي؟ ده انا ابو الكرم والرجولة. يوعى حط تحت الرجولة شرطتين. حياتي الشيطان حضر. خدي بالك انا بطير في الجنة. خدي الشاي يا عسل. ايه ده؟ الشاي من غير سكر؟ لك تذكرة سفر للآخرة. جابك هنا؟ قلبي حس بيك. لا وانت حساس قوي. بعدين قول لي، نازل مع الحبل وقاعد تقتل في الناس، تعالى انت الاكشن ده فين يا هلا؟ كليه الصيدله. هلا انا غلط. انت لو لفيت الدنيا كلها والله والله ما تلاقي احسن من ادم. لا لا انا تعبت، انت عايز واحد اكشن تقعد تفرده في بعضه. خد السيف احسن. لا يا ادم ما تقولش على نفسك كده، انت كويس قوي في الاكشن، وبعدين دمه خفيف يعني هيتشقلب لك في البيت. لا لا خفه الدم دي عند السيف، عارف شويه نكت هيموتك بالضحك. ما بعرفش اقول نكت. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انتوا عملتوا تعزموا عليا على اساس اني قلبت لك تلد ويتو؟ مو زي العسل دي، لازم تاخدها دي. انا اللي اختار، قوموني صفر.